فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. بمصر اذا انطلاق المقابلة والكرة مع المنتخب الوطني بدر القادوري. كرة طويلة تعود كرة لفتاة المنتخب الوطني، كيدخل لاعب الشماخ والهدف، الهدف الاول، الهدف الاول، يا فعلا فعلا يسجل المنتخب الوطني هدفه الاول، يمكن نقول بسهولة نسبية، وتواجد الحس الهجومي والتهديف ديال اللاعب سفيان العلودي. اذا افضل سيناريو ممكن ان تبتدا به المباراة هو الشيء الذي حصل الان، فهذه هي الورقة التي يراهن على قلت ذلك في مباراة زامبيا بفاس، فالعلودي الورقة يعني لا بلاك تورنون للمدرب اوري ميشيل، واظن بانه قلت يعني بعض الزملاء قبل انطلاقه المباراه، انا اتصور بان المنتخب الوطني اليوم يمكن يكرم وفاده منتخب ناميبيا على اي بدايه اكثر موفقه ومجهود فردي للاعب الشماغ الذي يعني لم يكن انانيا. نعم. مرر للاعب سفيان العلودي الذي وقع الهدف الاول. اسود الاطلس متقدمون بملعب جين اوهيمي باكرا بهدف اللسافة. يمكن نقولوا رافي حاضرا لدى اللاعب شماغ بعد ان ضاعت الكره الاولى، الا انه لم يتسرع واخذ المنتخب المصري، فهو صمد بل وخلق متاعب كثيره للمنتخب المصري في بدايه المقابله قبل ان يجهز عليه المنتخب المصري بثلاثه اهداف. فرصه الوطني سجل هدف المقابله، لازم المقابله يوقع على ذلك منذ البدايه. يعني قلت ساكرر، انا اتوقع يعني ساكرام وفاده منتخب ناميبيا والمارد العلودي. نعم. يعني دخول من الباب الكبير للمنتخب. نعم. الوطني ليس من نفسه. نعم، هذا هو الشيء اللي كنت كنتحدث عليه. فالمنتخب الناميبي قلت فهو يصمد لكنه لما ينهار فهو ينهار دفعه واحده كما يحصل له الان امام المنتخب الوطني بعد مرور دقائق قليله، اقل من 10 دقائق. 2-0 لفائده المنتخب الوطني، هدفان يحملان توقيع اللاعب سفيان العلودي النجم القادم في كره القدم المغربيه، هو الذي فعل كره القدم العربيه والافريقيه. إذا هدف لصفر لفائدة المنتخب الوطني. المجموعة الثالثة بمدينة كوماسي، مصر، الكاميرون، السودان وزامبيا، والمجموعة الرابعة بمدينة القاهرة. ورقة تراك مرة أخرى سفيان العلودي. المجموعة الرابعة إنما تقتل الدفاع. مقابلة رسمية مع المنتخب الوطني بعد ما جرى المقابلات التودية بفرنسا وبالمغرب. كرة الآن لفائدة المنتخب الوطني، سفيان العلودي يمرر، لكن هذه المرة الدفاع بالمرسوم. إنما الكرة كتقطع قريبة من المعترك، تدخل ضربة رأسية ولكن بعيدة. 50 لفائدة المنتخب، نشاهد هنا الإعادة الهدف الثاني. نشاهد جي. نعم، يعني كل عمل كل عمل هو المنطلق هو صاحب الخاتمة. وتمريرة جميلة، لا ننسى تمريرة جميلة ليوسف حجي. أذكر عزيز باري لإيقاف هذا النزيف فيما التبادل الكروي المستمر، محاولة تمرير فرصة جانبية ولكن الحارس. رغم الخطأ في المباراة النهائية ودي أشياء واردة في كرة القدم. الآن كرة الآن لفائدة المنتخب الوطني، فرصة لفائدة المنتخب الوطني. كان وراء اللاعب يوسف حجي بعد سوء تفاهم بين المدافع والحارس. فقلت تميم يعني بعد اجراء مجموعه من اللقاءات الوديه استقر راي على الاقل في هذه المباراه، استقر راي المدرب اوري ميشيل الحارس خالد فهمي دون 35 رابعا فيما مع حذاري دائما يبقى الحذر وسيد موقف. فرصه الان لفائده منتخب ناميبيا، خالد فهمي الهدف. الهدف الاول لفائده منتخب ناميبيا، كان بناء جميل جدا وينتهي بهدف لفائدة المنتخب الناميبي. اللاعب براين بريندل هو اللي سجل الهدف الاول لفائدة المنتخب الناميبي. لاعب فريق سيفيكس من جنوب افريقيا، كان فراغ في الممر الايسر. نعم. هذا مدرب اري من هولندا، ما تشاهد عيناه بعد تسجيل هذا الهدف، يمكن حتى تسجيل هدفين مبكرا. نشاهد هنا فكانت التفاته من الظهير الايسر ديال المنتخب الوطني بدر القادوري، وكانه يطالب بالتسلل انما ما كانش تسلل، ف لعب من وراء كان فراغ في الممر الايسر. نعم. الايسر المنتخب الوطني ينطلق مسافة على المطارق طارق يمرر ولكن الكره كانت عاليه بعيده. الحارس الحالي خالد فهمي، ونضيف سفيان العلودي الذي انتقل للنادي العين. طارق يمرر كره جميله والهاي تريك للعلودي، يعني لا تطالب باكثر من ذلك، يعني اتم الرساله تقريبا في 30 دقيقة. أسعد لاعب في هذا الافتتاح وفي هذه الدورة
هو سفيان العلوي. إذن ويضع بالتالي بالحق اسمه كأحد المتطلعين للفوز ب تحدثت على الهدافين، فالعلودي ربما سيضاف إلى قائمة الهدافين، إنما لازم أنه يهنأ تهنئة كبيرة زميله فريق سكيتي ويلي هيئ له الكرة. بالفعل كرة جميلة وابتسامة طارد يعني قبل تلقى المباراة ولاحظوا ماذا فعل مرتين في مناسبتين. الفنان طارق السكيتي وي مازال ما دخلش مقابلة، ولكن هذا لاعب كبير لما كيدخل بكرة واحدة يمكن يعمل المباراة. نعم تمريرة مليمترية ما ضاف ما نقص، العلودي يرتقي بضع سنتيمترات ويركن كورتو داخل مرمى الحارس الناميبي. يمكن نقول لصلونا من مدينة كوماس التي تحتضن فعالية المجموعة الثالثة التي تضم مصر والكاميرون والسودان وزامبيا، وأن الوفد الإعلامي السوداني لم يجد مأوى فارتأى بأن ينصب خيمة. نعم. 30 متر فريد والحارس جديد كريستيان باسير يمكن يمرر تمريرة ارتقاء ورأسية، ولكن الحكم يقول عملية دفع من الخلف للاعب يوسف حجي. يوسف حجي نجم فريق نونسي. أكيد الحق أن الهدافين يوسف حجي ومروان شماخ سيصابان بالغيرة القديم الجديد. نعم ولكن تنافسية شريفة سيبذلون قصارى الجهود من أجل البصم ببصماتهما هما أيضا في هذه المقابلة، ولكن التنافسية شريفة والغاية هناك اللعب. نعم أتكلم فقط عن نهائيات كأس أفريقيا. الكرة الآن سديدة سديدة قوية من جانب اللاعب. فقلت بأن يوسف حجي هو الهداف المنتخب الوطني نسمع العشب، ولكن أظهر لاعبه على مهارات كبيرة فرديا، أقول فرديا وليس جماعيا، فمهارات كبيرة. ونهاية فرصة الآن لفادة المنتخب الوطني في اتجاه اللاعب علودي. لاعب شوف كيف انتزع الكرة كريستيان باسير يمتع عود اللاعب كريستيان باسير نفس الطريقة كاللاعب سفيان العلودي حتى تواجده حتى موقعه وموقع اللاعب انطلق من وراء اللاعب باسير. هي الكرة فعالية الدورة 26 للبطولة الإفريقية للأمم لكرة القدم. حجي محاولة تمرير تمريرة تدخل العميد بسرعة ممكنة. كريستيان باسير محاولة واحد اثنين يتوغل وضربة جزاء للمنتخب الوطني. لا غبار عليها وأظن نتمنى أن تمنح للعلودي. أتمنى بأن تمنح للعلودي. لا شباك منتخب غينيا يضع الكرة في نقطة 11 متر بعد قليل سينطلق. طريق جميلة قوة 4-1 عزيز. نعم ونحن في طريقنا للملعب. ماذا قلت لك كحصة؟ نعم قلت لك سيكرم المنتخب الوطني وفادة نظري الناميبي والإكرام الوفادة كيكون ثلاثة الفوق ثلاثة دي الأهداف الفوق هذا ما حصل الآن بدأ الإكرام 4-1 نحن نقترب من نهاية الجولة الأولى. 4 أهداف مقابل هدف واحد بمعنى الملامح القوية ديال الفوز المنتخب الوطني أن يعود المنتخب الناميبي في الجولة الثانية، فهذا أمر صعب للغاية واحتمال كبير. الأمور حسمت. نعم الأمور حسمت. وسيوي كياخذ الكرة دون ارتكاب الخطأ. طريق سكيتيوي طريقة المعودة طريق سكيتيوي طريقة برازيلية يا مور يدخل معتراك والكرة كادت ان تاخذ طريقها صوب الشباك يستعرض مهاراته الفرديه. نعم. حتى في مكان ضيق. نعم. جدا هو لاعب. نعم. يمكن لم تنصف الكره في سن مبكره. سفيان العلودي كينطلق يمرر ويدخل الدفاع الكره الفرنسيه. شماق جميله يتوصل بها من طرف لاعب حجي. شماق من جديد محاوله للمراوغه. شماق حجي ينطلق في الممر الايسر هل يمرر وضربه خطا وربما انذار. ضربة خطأ لبعدة يوسف حجي بعد عام 1-2 ما بينه وبين اللاعب مروان شريف مرمى الحارس ناميبي سفري وتدخل الحارس من لاعب بدر القادوري باتجاه مروان شماخ. مروان شماخ يامور يدخل معتراك ولكن هناك اعتراض. بجوج سكيتيوي كيمشي جوج ديال المدافعين امامه. شوف طريقة فنية رائعة كهرباء غاني سهولة كبيرة يمرر كرة دائرية سفيان العلودي انما كانت ضعيفة كانت بين يديه الحارس الناميبي. تراخ الاهلي فائدة منتخب ناميبيا. هناك الان جي ضربة شري للمنتخب الناميبي. الشماخ من جديد يمكن يمرر كريستيان اللي سيفعل يستيد من زاوية صعبة ولكن خارج اطار مرمى الحارس الناميبي. لانما فعل ما يجب فعله حقيقة ان الكرة مشت بعيدة لكن مهيئة بشكل جيد. لو الوجهة واحدة يا مرمى المنتخب الوطني خطأ وتدخل خشن
تدخل خشن من الخلف انذار دون نقاش لانه تعمد انه يصيب اللاعب المغربي. دفاع غاريسيف ريشار لاعب فريق ويرس من جنوب العلودي هو اللي كان الهدف ديالو، لانه كيعرفوا انه خطر كبير كيشكلوا اللاعب العلودي على المنتخب الناميبي. نشاهدنا كان عنيف جدا غاريسيف ريشار. هذا ما سيحصل بعد ان تسدد ضربه خطا تسدد وتدخل الحارس. يعني لم تكن قويه ولكن ارغمت الحارس. نعم على اخراج للزاويه، واظن بانه في الكره في طريقه المروان. مروان هذه يصل وصل وضربه خطا، ضربه خطا وتدخل خشين للمره الثانيه. هنا بدا ينعكس اسم منتخبنا. نعم كره ثابته المختارين، سيده قويه تصل الى السفري والحكم يقول لمست يد. نشاهد اصابه ديال اللاعب العلودي، وهذا سفيان العلودي اصابه اذا على مستوى الركبه. يظهر ان الامور ليست بالسهوله التي كنا نتصور، على الاقل نتمنى ان جميله تمريره بينيه جميله لحجي حجي، ولكن ما كانش محظوظ حجي، ما محظوظش في هذه اللحظه اللي بغى ينزل الكره ضربها بالرجل اليسرى ديالو. صح فكره. نعم. عبد الرحمن نعم كابوس الذي المره هنا غادي بينيه زاويه. الشماخ كيمشي بالكره، كيمشي للجهه اليمنى مروان الشماخ، خاص احد اللاعبين اللي يمكن ياخذ له جوج مدافع. نعم وانذار وضربه خطا للمنتخب الوطني، ضربه خطا. هذا الانذار الخامس يمكن نقول السفري. نعم. ولا يتولى تنفيذها. الانذار الخامس في صفوف المنتخب الناميبي على عين سفري هو اللي كينفذ هنا، ما تستطيع بالجدار وتسديده من جديد. نعم. للمختار. والكره في طريق الزاويه، الكره في طريق الزاويه. نقترب من نهايه المباراه، الاهم تحقق. قطري يمري راسيه، خروج خطير كان خاطئ الحارس، خروج ديال الحارس كان خاطئ. والهدف الهدف عن طريق لاعب منصف زرقاء، منصف زرقاء. وده 5-1 الهقة. نجح يمكن نقولوا ان المدرب سيدور ريميشيل فهو نجح في التغيير، نجح في التغيير ديالو وشم يعني القدره ديال اللاعب منصف زرقاء انه يمكن يكون مكان اللاعب يوسف حجي، وفعلا كان في مستوى الثقه اللي وضع فيه هنري ميشيل وسجل الهدف الخامس. الجمهور المغربي حضر. نشاهد مره اخرى الارتقاء، كان خروج خاطئ للحارس ولكن كارتقاء رائع ديال منصف زرقاء. وهذا واحد من الثلاثي المغربي الذي يبسم على لوحات مبدعه في فريق نونسي. نعم الى جانب حجي وكريستيان باسير. كان فتره كثيره من ناميبيا فرصه الان، فرصه لفائده المنتخب الوطني. يوسف مازال محتفظ بالكره ديالو، يحتفظ بها كثير وضاعت. ومنصف زرقاء مسجل الهدف الخامس امامنا. نهايه المقابله سيدتي وسادتي، خطوه ناجحه، خطوه اولى موفقه للمنتخب الوطني. ناسف للاصابه التي لحقت بنجم هذه المقابله سفيان العلودي.